حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد إن انه سمع انس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن الا يصوم منه ويصوم حتى نظن الا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء ان تراه من الليل مصليا الا رايته ولا نائما الا رايته تابعه سليمان وابو خالد الاحمر عن حميد